يوما تلو الآخر يتكشف المزيد من المعلومات والحقائق حول كارثة انفجار مرفأ بيروت، ما يزيد معها حالة الاحتقان الموجودة بالفعل في الشارع اللبناني. أحدث فصول الكارثة تمثل في كشف مصادر صحفية لبنانية عن اكتشاف مواد متفجرة جديدة غير مادة نترات الأمونيوم بين أثار التفجير. الصحيفة تحدثت عن العثور على أطنان من مادة فوسفات الأمونيوم، فضلا عن أطنان من المفرقعات ومواد سائلة شديدة الانفجار تم إدخالها دون علم أحد ودون معرفة مصدرها إلى العنبر رقم 12. مفاجآت العنبر المشؤوم لا تقتصر على وجود ما سبق من بضائع مجهولة المالك فحسب، بل تتعداه إلى وجود كمية جديدة من نترات الأمونيوم لا يعرف وزنها ولا مالكها. الكشف الجديد يأتي بعد يوم من بيان لأمن الدولة اللبناني تحدث عن اكتشاف ثغرات أمنية في العنبر المشؤوم ذاته، والذي شهد الفجيعة الكبرى عند مدخله. وعلى ذات المنحى جاء تقرير لوكالة رويترز أكدت فيه اطلاعها على وثائق تثبت أن الرئيس اللبناني والحكومة المستقيلة تلقيا تحذيرات من مسؤولين أمنيين لبنانيين تطالب باتخاذ إجراءات سريعة تجاه المواد الخطرة الرابضة في الميناء. الكشف عن المزيد من التفاصيل حول انفجار مرفأ بيروت ما هو إلا غيض من فيض وقليل من كثير لم تتكشف أوراقه بعد، ما يغذي بكل الأحوال حالة الغضب العارمة في الشارع اللبناني ضد ما يصفونه بالفساد المستشري في مفاصل الدولة، والذي فقد اللبنانيون معه أي أمل في انصلاح حال البلاد.